بسم الله الرحمن الرحيم. لواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة. أنا طبعا في الأول بقول للخريجين ألف مبروك للدفعة الخامسة والدفعة السادسة طب اللي اتخرجوا النهاردة، وبقول لهم إن شاء الله دي مش نهاية المطاف، وقدامهم لسه دراسة الماجستير والدكتوراه، لأن الطبيب دايما لازم يتعرف على الجديد، ولازم البحث العلمي وأي حاجة موجودة، لأن في تطور كبير جدا في المنظومة الطبية على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، فلازم يبقى دايما بيطلع على الجديد، ما هو جديد في الطب. طريقة التدريس طبعا اللي هي الطريقة التفاعلية في الكلية، المناهج اللي هي الانتجريتد، ما فيش مواد منفصلة عن بعضها، واخد في طبعا مركز محاكيات متقدم جدا بيتعلموا عليه قبل لما يبدأوا يشوفوا مرضى حقيقيين، بيتدربوا عليه من أول لما بيدخلوا الكلية لحد التخرج. كل حاجات الأبحاث العلمية بيقدروا يشتركوا فيها، مادة البحث العلمي أصلا مادة أساسية من سنة أولى لحد سنة خمسة. أي شراكة مع أي جامعة بتفرق معانا، في المناهج بتتراجع من الخارج، زي جامعة ولاية ميتشيغن كلية الطب موجودة هناك، راجعت معانا مناهج من سنة أولى لحد خمسة، راجعنا حتى المنهج الامتياز ازاي هيتدربوا، بيتدربوا طبعا في جميع مستشفيات القوات المسلحة متاحة لينا في تدريب الامتياز، وطبعا هي الحمد لله عدد كبير من المستشفيات وتخصصات مختلفة، فده بيفرق مع الطبيب في بعد تخرجه، انه بيثقله وبيخليه الخبرة العملية عنده كويسة جدا.